وأيضا لإلقاء الضوء أكثر حول الفرق المشاركة في الجسر الجوي التي ستقوم به دولة الكويت. معنا في هذا الاتصال من قوة الإطفاء السيد المكراد مدير عام القوة خالد المكراد. فريق خالد، لا شك بأن قوة الإطفاء العام لديها أيضا من الخبرات، وساهمت في كثير من البلدان في مثل هذه الظروف وتنفيذا للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله. الآن كيف تسير لديكم عملية التنسيق مع الجهات الأخرى المشاركة في تقديم الدعم والإسناد فريق خالد؟ نعم أخوي مصطفى، يا أهلا وسهلا فيكم. بالضبط مثل ما تفضلت الله يحفظك، بتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، تسيير فريق من قوة الأطفاء العام متخصص في عمليات البحث والإنقاذ. فغدا إن شاء الله صباحا سوف تنطلق طائرتين تابعات لسلاح الطيران بالجيش الكويتي، محملة بفريق متخصص في عمليات البحث والإنقاذ مع كامل آلياته ومعداته وكوادره البشرية للقيام بعمليات الإقاثة في المناطق المنكوبة في جنوب جمهورية تركيا الصديقة. نعم فريق خالد، يعني تركيا أعلنت من أن هذا الزلزال وقع في ظروف جوية صعبة للغاية، ولديكم أيضا خبرة سابقة في هذا المجال، لكن يبدو أن الظروف الجوية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وتركيا ظروف صعبة للغاية. هل لك أن تطلعنا على كيفية التعامل والإمكانيات التي ستتعامل معها قوة الإطفاء العام الكويتية في المشاركة في تقديم الدعم والإسناد فريق خالد؟ نعم صحيح، يوجد ولله الحمد عندنا خبرة سابقة، ومثل ما انت عارف أخوي مصطفى العام كان لقوة الإطفاء العام مشاركة في مكافحة حرائق القابات اللي حدثت في جمهورية تركيا الصديقة وكذلك في جمهورية اليونان الصديقة، ورجال الأطفاء قادرين على العمل ولله الحمد في جميع ظروف المناخية، ومن ضمن هذا العمل الظروف المناخية خاصة البرودة العالية التي موجودة في المناطق المنكوبة، ولكن جميع عناصر وأفراد وضباط صف قوة الأطفاء العام إن شاء الله على كفاءة عالية في القيام في مهام عملهم على أكمل. شكرا فريق خالد المكراد مدير عام قوة الإطفاء في الكويت، وتمنياتنا لكم إن شاء الله بالتوفيق من الله عز وجل في تقديم يد العون كما عهدنا ذلك من مؤسسات والجهات ذات الصلة هنا في دولة الكويت. ونحن في وزارة الإعلام بإذن الله سنكون على تواصل مستمر وعلى مدار 24 ساعة، طالما أن هناك توجيهات سامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر صباح حفظه الله من ضرورة البدء في إنشاء جسر جوي تشترك فيه كافة الجهات المعنية في دولة الكويت لإغاثة المنكوبين والمتضررين من هذا الزلزال الذي لم يرحم الحقيقة والذي أوقظ العالم فجر هذا اليوم وسط صيحات كبار السن صغارا ورجالا ونساء، لكنها هي الكويت دائما هكذا قدرها، إن شاء الله أن تكون دائما أياديها بيضاء، إن شاء الله أن تكون دائما في مد يد العون لإخوانها وأشقائها في كافة الدول منذ القديم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. فطوبى لهذا الوطن، طوبى لقيادة هذا الوطن، وطوبى لشعب هذا الوطن.